وشنو وصفة اليوم يا بنت الهاشمي؟ بنسوي كوسة بلبن على طلب المتابعات، صار لكم فترة تطلبون مني هذه الوصفة. أول شيء احنا بيتنا يعني نسوي الكوسة بلبن بطريقتين، نسويها فقط بحشوة اللحم المفروم، ونسويها ايضا بالعيش، يعني نسويها بوصفتين. اليوم انا بسوي وصفة اللحم المفروم اللي تكون الكوسة حشوتها لحم مفروم فقط. مرات نحط عيش، بس اذا تحطون عيش نحط رز مصري، ولازم تكون كمية الرز نفس كمية اللحم، او اللحم يكون اكثر تصير احلى، عرفتوا؟ اليوم بنسويها فقط باللحم. وقبل لا نبدي وقبل لا نكمل اي وصفة اسويها بنات، اسويها بطريقة بيتنا، يعني لا تقولوا لي هذه مو طريقة كذي، هذه غلط، هذه صح. كل بيت ولا طريقة، يعني كوسة بلبن في 20,000 طريقة، كل بيت لا طريقته، احنا نسويها بالطريقة اللي نحبها، يعني ناخذ الوصفة من المطبخ الاصلي ونغير فيها شوي على ذوقنا احنا وذوق بيتنا وطريقتنا بالأكل، أوكي؟ نحتاج كوسة، الكوسة شو نسوي فيها؟ نشيل اللب اللي داخل، نحفرها، أوكي؟ أنا معلمتكم شلون الطريقة شلون نطلع اللب، تلاقونها بوصفات المحاشي، أوكي؟ نشيل اللب اللي داخل، بعدين نحتاج لحم مفروم، لحم مفروم هذا بينحمس، بعدين نحشي فيه الكوسة، لحم مفروم وصنوبر وبصل، تخيلوا بس هذه الحشوة، لحم مفروم نحمره بسمنة أو زيت. نحط عليه ملح وفلفل اسود ونحشي فيه الكوسه، شفتوا ايش كثر سهله؟ بعدين طبعا في مرحله ثانيه نكملها مع بعض. يلا نجهز حشوه الكوسه، نحتاج لحم مفروم، شوفوا عندي هنا كميه كبيره لان انا كميه الكوسه عندي كبيره، عندي 1.5 كيلو من اللحم المفروم، لحم وشحم، في شويه شحم. وبنات انا ما غسلت اللحم، اللحم ينغسل قبل الفرم، اذا انفرم او شريتيه مفروم ما تغسلينه، اوكي؟ تحمسينا على طول ولا تحاتون، ترى النار تموت كل شيء، لا تقولين في دم في ما ادري شنو، لا ما في ولا شيء. الحين بسم الله نبدي. في وايد يقولون احنا لازم نغسل اللحم، ما نعرف نطبخ اللحم، كيفكم؟ كل شخص ولا طريقته، لكن اذا تبين تحافظين على طعم اللحم، تحسين انت قاعده تاكلين لحم، لا تغسلينه، اوكي؟ الحين بسم الله نقلب اللحم بالزيت. الكوسة بلبن تقدم مع عيش مصري بالشعرية أو عيش بسمتي بالشعرية، أو تقدم مع البرغل. أنا اليوم بسويها مع برغل، مشتهينها مع برغل، ولأن العيش أنا أساسا سويته معاكم وايد من قبل، فبسويها مع برغل عشان أصور لكم طريقته. برغل خشن أيضا بالشعرية بنسويه. نقلب اللحم لين يتقلى يتقلى يتحمر، أوكي؟ وبعدين نضيف البصل. شوفوا لاحظوا ان كمية البصل مو كبيرة، يعني على 1.5 كيلو لحم مفروم انا حاطة بصلتين بس، تقدرون ما تحطون بصل كلش، بس كذي اللحم جاهز. شوفوا بدأ ياخذ لون، بدأ يتحمر. الحين انزل البصل، شوفوا تقلى بالزيت وبالدهن اللي طلع من اللحم. الحين انزل عليه البصل، فلفل اسود، هذا البهار الوحيد اللي ينضاف على اللحم. نقلب واضيف الملح، ما ملحت انا، ضروري ملح اللحم، ملح الحشوه. البصله استوت، الحين احط الصنوبر، اوكي؟ الصنوبر شوفوا محمر جاهز مقلي، يعني ما راح احطه كله، راح اخلي شويه للتزيين. لذيذ لذيذ الصنوبر بالحشوه، وايد لذيذ. نقلب الحين ونطفي النار ونخلي الحشوه تبرد شويه علشان نحشي الكوسه. ناخذ الكوسه، اوكي، ونترسها حشوه. بسم الله ترسوها لحم وضغطوها شي بيدكم علشان لا تطلع الحشوة، لان احنا الكوسة هذي بتنقلي بعدين بتنفاح بعدين بتنطبخ بلبن، يعني شوفوا كم مرحلة، فضغطوا اللحم عدل علشان لا يطلع، اوكي؟ ترسوها لحم،
ترسوها حشوة. شوفوا كذي الكوسة جاهزة، حشيناها لحم، ترستها لحم أخليها. أوكي حشي واحدة ثانية وبعدين أقول لكم شو نسوي فيها أو شلون نقليها. لازم تقلى قبل لا تنطبخ، في ناس ما يقلونها، قلت لكم كل بيت وله طريقته، كل واحد يسويها بالطريقة اللي تعجبه. أنا وايد ألاحظ تعليقات، يعني ذاك اليوم على المسقعة، لا مو هذه الطريقة الأصلية، لا ما نحط فيها بصل، لا الطريقة المصرية كذي، لا الطريقة. بنات كل واحد يسوي الشيء على ذوقه، يعني في ناس ما يحبون، ما تحب تحط مثلا بصل ببعض الأطباق، كيفها كل واحد وكيفها. الحين أبدي أقلي الكوسة اللي حشيتها. أوكي نحطها بالزيت بسم الله الرحمن الرحيم ونخليها تاخذ لون خفيف. دير بالكم بهالمرحلة لا يطشر عليكم الزيت لأن الكوسة فيها ماء. شوفوا خلونها كذي تاخذ تحميرة خفيفة وتطلعونها من الدهن، ما نبيه يتغير لونها يعني، لا تصير كذي شوفوا شقار خفيف يعني نفس كذي. اوكي بس ونطلعها ونقلي دفعة ثانية، هذا اللون المطلوب. بس اشيل الكوسة الحين، شوفوا اللون واضح ولا مو واضح؟ واضح. اوكي هذه جاهزة، ناس ما يقلونها كلش يعني كل واحد وذوقه. الدفعة ثانية بسم الله. قليت كل الكوسة وحطيتها الحين بماعون وبغمرها بالماء الحار. لازم تنطبخ الكوسة بالماء الحار على الأقل 20 دقيقة علشان تستوي، مو أكثر من 20 دقيقة. مو أقل من 20 دقيقة، بس عادي أكثر. إذا حسيتي الكوسة الحين مو مستوية ممكن تزيدي الوقت شوية. أوكي طبعا نحط ماء حار وملح نملح الكوسة ونغطي الجدر 20 دقيقة، نشيلها عاد من هذا الجدر ونحطها باللبن. الحين بجهز معاكم اللبن، وانتوا لا تخلونها تستوي بالهني 100% لانها بتطبخ بعد باللبن. اوكي شوفوا بدت تطبخ، الحين بغطي الجدر وبتركها 20 دقيقة ويلا نجهز اللبن مع بعض. بالنسبة حق اللبن نحتاج روب. اوكي انا لان كميتي كبيرة فراح استخدم 2 كيلو من الروب. اوكي راح انزل الروب هني، روب زبادي ما ادري عاد كل واحد ومسماه، احنا نسميه روب. وبحط على الروب 2 كوب لبن، ادري وايد لانه وايد يتابعوني من دول غير دول الخليج ما يعرفون اللبن، اللبن عندهم حليب، اللبن هو اللي يسوونه من الروب، يسوونه من الزبادي. اوكي فراح احط 2 كوب وابدي احرك. ترى انا للحين ما شبيت الشولة، نخلط على البارد. اوكي وبحط، هلا حبيبي حقك هذا، ايه كله حقك، بس اخذه شويه اسوي فيه واعطيك اياه. اوكي اوكي ممكن. اوكي احرك على البارد بعدين اضيف 3 ملاعق كبيرة من النشا، 3 قفاش نشا، هذه النشا. اوكي اذا حسيت ان اللبن خفيف عادي بعدين اذوب نشا واضيفه على اللبن، بس بالبداية ما اضيف اكثر من 3 ملاعق. اوكي بالبداية اضيف فقط 3 ملاعق ما اضيف اكثر، هذه الملعقة الثالثة من النشا. طبعا الطريقة الاصلية، ليش اقول لكم احنا كل واحد ياخذ الطريقه ويسويها بطريقته، الطريقه الاصليه ما يحطون نشا، يحطون بيض، يثقلون اللبن بالبيض، احنا ما نحب البيض نحط نشا، فكل واحد وطريقته. اوكي نحرك الحين، اشب الشوله، انا ما شبيت الشوله، اتاكد ان ذوبت النشا عدل، بعدين اشب الشوله واحرك باستمرار واشوف قوام اللبن، اذا حسيته خفيف راح ازيد نشا، بس ما ازيد نشا بودر، لا اذوب النشا بماء واضيفه.
اوكي. الحين بنات شبيت الشوله، لا كماري باتجاه واحد، اوكي. لازم نحرك اللبن باتجاه واحد، طبعا نطوفه والدثره اللي ورا. المهم الحين املح اللبن، ما ملحته انا، اضيف الملح، اوكي، ونحرك لين يثقل، بعدين راح نسقط الكوسه باللبن، اوكي. هي الطبخه فيها وايد خطوات بس تستاهل بنات، ترى لذيذه جدا. وبالنسبه حق البرغل، وفي بعد شيء ثاني بسويه معاكم، ما راح انزله اليوم، راح انزله باكر عشان لا يصير السناب وايد طويل عليكم. يعني طريقه البرغل راح اصورها وانزلها لكم باكر، اوكي. الكوسه خلاص استوت، الحين نشيلها من هذا الماي ونحطها باللبن. شوفوا شلون اللبن قوامه ممتاز، اوكي. بس الحين جاهز، طبعا ما وقفت تحريك كلش، لازم تحركون طول الوقت علشان اللبن ما يفصل، ما يطلع الماي، عرفتوا؟ ما يصير كذي كنا محبب، احنا ما نبي كذي، نبي يعني يصير ثقيل، قوامه حلو، اوكي. الحين نبدي بسم الله ننزل الكوسه باللبن ونخليها تطبخ باللبن ايضا 20 دقيقة. نقصر على النار، اوكي، ونخليها تطبخ باللبن تاخذ راحتها. وبسوي معاكم طشة، طبعا مو الكل يحط الطشة هذه، احنا بيتنا نحط، اللي هي عبارة عن ثوم ونعناع وسمن. نحمس الثوم بسمن وبعدين نحط عليه نعناع مجفف، وبعدين نحط السمن والثوم والنعناع على اللبن. وسلامتكم وتعيشون. خلصت طبختنا. هي شوفوا مو سهلة، قلت لكم تبي مجهود وتبي تحضيرات، لكن تستاهل، لذيذة جدا. شوفون الجمال. بس الحين أخلي الكوسة تطبخ 20 دقيقة، وما أغطي الجدر عشان لا يفصل عندي اللبن، أوكي، وعلى نار هادية جدا. بالنسبة حق الطشة نحتاج ثوم، راس ثوم مدقوق، اوكي، مع قفشة سمن. نحمس الثوم بالسمن لين تطلع ريحته قبل لا يتغير لونه، لا تخلون لونه يتغير راح يخرب لكم الطعم. قبل لا يتغير لونه نضيف نعناع مجفف، اوكي، وبس، ونحطه على الكوسة بلبن. شوفون الثومة ما اخذت لون، بس طلعت ريحة الثومة تقلت شوية بالسمن. أضيف الحين النعناع المجفف، بعد شوية أنا أحط طعم النعناع. طبعا وايد بيوت ما يسوون هذه الحركة، يعني ما يقدمون الكوسة مع ثوم ونعناع، احنا نحب. بس خلاص طفي النار وأحطها على الكوسة بلبن. هذا الثوم مع النعناع النزلة على الكوسة اللي سويناها. وسلامتكم وتعيشون. خلصت طبختنا، يلا ننشب الحين وأصور لكم الشكل النهائي للأطباق وفقرة التذوق طبعا اللي كلكم ناطرينها. بسم الله، حركوا شوي شوي بحرص لا تكسرون الكوسة. شوفوا ايش حلو اللبن، ثقيل يهبل، بس خليها تطبخ دقيقتين بس مع الطشه ونقدم طبقنا. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن جمال المنظر. الحين نبدي نقدم الكوسه، نشيلها بحرص علشان لا نخرب شكلها، اوكي، نشيلها. شوفوا الحشوه ترى ما طلعت لان احنا ضاغطين اللحم، اوكي. نحطها بمعون التقديم ونصب عليها اللبن ونقدمها وبالعافية. أعتذر على التعذيب، أدري لسان حالكم الحين يقول تلهاشي من لاقيها من طبخاتك ولا من إعلاناتك ولا من شنو بالضبط. أنا آسفة يا جماعة الخير، باكر طبقة راح تجوز لكم الوصفة. خلص صب اللبن الحين عليها. نعطيها رشة صنوبر من فوق كذي، ندلعها بالصنوبر ونقدمها.